الله يسعد مساكم بكل خير. قصتنا اليوم تتكلم عن بيت شهير يقول المال ما يرفع عفون الرياجين والفقر ما يكسر براع المروة. هذا البيت تحديدا يحمل معاني كبيرة، خاصة أنه ينطبق على كثير من أهل المال اللي يدعون الكرم في ظل التبذير والإسراف والهياط اللي ما ندري إلى وين بنوصل. وهذا البيت من عرض قصيدة هو للشاعرة هيا الحربي اللي زوجت من شخص كريم وتقي ويخاف الله، فقير لكنه كريم، اللي هو مبشر بمرزوق مزين. واشتهر مبشر الحربي بمكارم الأخلاق وصفات الرجولة، حتى أنه كان ينفق كل ما يملك من أجل إكرام الضيوف والمحتاجين رغم فقره وقل ماله، إلى درجة أن الناس كانوا يرون أنه يؤثر الضيوف والمحتاجين على نفسه وعلى أهل بيته، ويبقى البيت بدون أكل ولا طعام، وهذا رغم ظروفه المادية الصعبة وحياته المعيشية كانت متواضعة جدا. إلا أن هيا بنت عياده الحربي من النساء الصالحة وراضية وقانعة بحياتها مع زوجها رغم ظروفها المادية القاسية، حيث أنها تحبه سمى كرم أخلاقه وقفت معه في محنته رغم مصاعب الحياة وقسوتها، وصابرة ومتحملة بحلو الحياة ومرها، وكانت دائما تخف عنه هموم الدنيا. تعلموا يا بنات اليوم. وفي حد المرات زارهم أبوها يبي يشوف أحوال بنته، ولا سرها الحال، فقر وضيق حال وقل مال، ولا سر حالها عز الله. ثم طلب أبوها من رجلها مبشر الحربي بأنه يا ذله ياخذ بنته معه تزور أمها وأخوانها وتقضي عندهم كم من يوم، فذله مبشر ياخذ بنته. وابطى أبوها ما رد هيا الحربي رجلها، بل أنه رفض أنها ترجع وطلب منها أنها تتركه وتطلب الطلاق منه ويزوجها أغنى منه ويقدر على مصاريفها ويعيشها بحياة هنية، إلا أنها رفضت وفضلت العودة لمبشر مزيني رغم فقره لأنه يتحلى بصفات حميدة طيبة. في حد الأيام كانت هي الحربي تردد بعض الأبيات من غبنها على رجلها، فكانت تقول يا من لعين حاربت سوجة المي على عشير بلحشها شب ضوه، عليك اللي بطبخته نصفها هيل اللي سعى بالطيب من غير قوة، المال ما يرفع عفون الرياجي والفقر ما يكسر براع المروة، له عادة تنطح وجيها المقابيل هذه فعوله بالمراجل تفوه، أجواد نسل أجواد جيل وراجيل الطيب فيهم من قديم من وتو. وبعد ما سمع أبوها الأبيات أبدأ أسفه وأبدأ إعجابه موقف بنته وتقديرها لرجلها، وأرسل بنت مع حزاد والقهوة مساعدة الرجلة. وتوفت هيا الحربي الله يرحمها عام 1371 كما توفي مبشر مزيني عام 1415 هجري، الله يرحمه برحمته. هذه هي العادات الطيبة اللي تتحلى فيها الزوجة الصالحة، اللي تصبر على فقر زوجها إذا كان فقير وتتحمله وتصبر على مآسي الحياة ومصاعبها. وكانت هذه قصتنا هذا اليوم، وأتمنى أنها عجبتكم، والله يزينها في عيونكم مثل ما زينها في عيني، والله يجمن عندنا بكم وشرواكم وفهمها لله.